مشاهدينا، والآن وقفة مع أهم أخبار المال والأعمال وشروع عماد الدين. شكرا لكما سحر وفاطمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. بحث وزير التنمية المحلية هشام أمنة عبر الفيديو كونفرنس مع وفد البنك الدولي ملف التنمية الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وصرح أمنة بأنه تم تنفيذ 4435 مشروعا بإجمالي استثمارات يقدر ب 16.39 مليار جنيه بقنا وسوهاج، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء للبرنامج. من جهته أعلن البنك الدولي مدى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى نهاية 2024 للاستفادة من البرنامج في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية. وأكد البنك أن برنامج التنمية المحلية نموذج للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة والتكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية. اجتمع وزير الزراعة السيد القصير مع السفير الهندي بالقاهرة أجت غابتي لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والهند. وخلال اللقاء أعرب الوزير عن رغبته في الارتقاء بمستوى التصدير للهند والتجارة البينية بين البلدين، انطلاقا من التوجيهات الرئاسية بضرورة تعزيز التعاون الزراعي مع الهند. شهد اللقاء أيضا الاتفاق على إعداد مذكرة التفاهم للتعاون الزراعي، وكذا الإعداد للجنة الفنية الزراعية المشتركة وانعقادها في الهند خلال الفترة القادمة. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، لكن الخامين القياسيين لا يزالان يتجهان لتحقيق انخفاض أسبوعي أكثر من 4% على خلفية التوتر الناجم عن إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفع خام برنت بنسبة 0.3% إلى 81.86 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% إلى 75.82 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى 2.72 دولار لللتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.69% لتسجل 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الإمارات العربية المتحدة أغلقت سوق الأسهم على انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، مما يعكس خسائر أسعار النفط الخام وسط مخاوف من أن السياسة النقدية الأكثر تشدداً ستؤثر على الطلب على الوقود. وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.7% متأثراً بخسائر كبيرة لأسهم القطاعين العقاري والمالي اللذين لهما ثقل عليه. وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.3%. في وول ستريت تراجعت المؤشرات الرئيسية خلال التعاملات متأثرة بانخفاض أسهم قطاع البنوك، في حين يعكف المستثمرون على تقييم بيانات نمو الأجور لشهر فبراير بحثا عن مؤشرات على البصر الذي سيتبعه البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 22%، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 14%، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.11%. هبطت الأسهم الأوروبية لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، حيث هيمنت الضبابية المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية على المستثمرين. وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1.3%، وسجل مؤشر البنوك الأوروبية أدنى مستوى خلال 6 أسابيع مع هبوط أسهم البنوك بنسبة 4.5%، بعدما أثار تحذير من بنك أمريكي مخاوف حول وجود متاعب في قطاع البنوك. We'll be right back.
المؤشر الياباني نيكي بأكبر خسارة منية بأكبر خسارة له منذ أقرب ما من 3 أشهر، منهيا سلسلة من المكاسب دامت 5 جلسات تحت وطأة هبوط أسهم المؤسسات المالية بعد قرار من البنك المركزي لمواصلة إجراءات التحفيز، مما أضر بتوقعات أرباح البنوك، ذلك إضافة إلى ضغوط أخرى تعرضت لها البنوك وشركات التكنولوجيا بسبب هبوط في بورصة وول ستريت الأمريكية. وأغلق نيكي على تراجع بنسبة 1.67%، وتراجعت كل القطاعات، لكن القطاع المالي فاق في هبوطه باقي القطاعات متراجعا بنسبة 4.4%، وهبط المؤشر تاكس الأوسع نطاقا 1.91%، متراجعا عن أعلى مستوى في 17 شهرا. انتهت نشاطنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما سحر وفاطمة. شكرا لك شروق عماد.